نشرة الأخبار من قناة اليمن اليوم، أهلا بكم. التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكا بقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، حيث خصص اللقاء لمناقشة آخر التطورات وفي مقدمتها استمرار العدوان السعودي في عمليات القتل لليمنيين وتدمير بناهم التحتية ومقدراتهم من مصانع ومستشفيات ومدارس وطرق وجسور، واستمرار الحصار الجائر على الشعب اليمني والذي يخلف كارثة إنسانية في انعدام السلع الغذائية والمشتقات النفطية والمواد الطبية وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية. وفي بداية اللقاء ألقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام كلمة حيا فيها الصمود الأسطوري لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية الشريفة في وجه هذا العدوان الهمجي الذي يواصل قتل المواطنين اليمنيين بصورة يومية ويرتكب جرائم حرب بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا أن هذا الصمود والثبات هو العامل الأول في فشل العدوان في تحقيق أهدافه. كما حيا الأمين العام للمؤتمر ثبات وصمود كافة قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وكذا قيادات وأعضاء وكوادر أحزاب التحالف الوطني في وجه العدوان السعودي والحصار الجائر على شعبنا اليمني، مشيرا إلى أن أحزاب التحالف الوطني جسدت مواقف وطنية مشرفة سيسجلها لهم الشعب اليمني في أنصع صوره. وفي كلمته جدد الزوكا تأكيد مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة المناهضة للعدوان والحصار الجائر، مشددا على أن المؤتمر وقياداته وقواعده سيظلون في مقدمة صفوف أبناء الشعب اليمني في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله. واستعرض الأمين العام في كلمته نتائج المشاورات التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، مطلعا قيادات أحزاب التحالف الوطني على ما دار فيها، مشيرا إلى أن العدو السعودي حاول إفشال تلك المشاورات عبر خرقه للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى من خلال عدم امتلاك الوفد الذي جاء من الرياض لأي قرار وتعمده حصر المشاورات على قضايا شخصية ومناطقية، على عكس موقف الوفد الوطني الذي ذهب إلى سويسرا حاملا قضية الشعب اليمني برمته والمتوثلة في وقف العدوان السعودي ورفع الحصار والذهاب نحو حوار يمني يفضي إلى إنهاء الأزمة واستئناف العملية السياسية. من جانبها جددت قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تأكيد مواقفها الوطنية الثابتة في وجه العدوان السعودي الهمجي والحصار الجائر ضد الشعب اليمني، مثمنين عاليا مواقف الوفد الوطني المشارك في مشاورات سويسرا وتعبيره عن تطلعات وطموحات كافة أبناء اليمن في إيقاف العدو ورفع الحصار والعودة إلى العملية السياسية عبر الحوار. وثمنت قيادات التحالف الوطني ما تضمنته كلمة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في الاجتماع الأخير للجنة العامة، معتبرين أنها تمثل خارطة طريق واضحة ومحددة المعالم للتعاطي مع استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر وما يمارسه مرتزقة هذا العدوان على الصعيد الداخلي، مؤكدين وقوفهم مع المؤتمر الشعبي العام وكل القوى الوطنية الشريفة في خندق الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله.